مساء الخير، مساء الجمال، واهلا بيكم من برنامجنا عزومه بيتي، ومرحب بمشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا، معاكم محمد صبري وزميلي حازم الملط. اهلا بيك يا حازم. اهلا بيك يا زوج، عامل ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم كل مشاهدين قناه الصحه والجمال. النهارده عزومه بيتي مع محمد صبري وحازم الملط، ان شاء الله تشوفوا حلقه جميله جدا تعجبكم. كل شباب مصر بنقول لهم استنونا اسمعوا حاجات تعجبكم جدا. معانا حلقه مخصوص عن الفن الشعبي بشكل جديد، معانا النجم الكبير ايمن الشويخي. نورني. ربنا يسعدك، منور بحضرتك، ربنا يخليك يا رب، وبتشرف ان انا حضرتك النهارده. نورني يا ايمن. معز محمد. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. ايمن الشويخي يا جماعه مطرب مهرجانات، بس مهرجانات راقيه، حاجه تحبوا تسمعوها، حاجه بتوصل رساله، خليكم معانا عشان تسمعوها. كمان يبقى معانا الشاعر الكبير اللي بيكتب للشويخي وبيكتب كمان للفنان صديقنا وزميلنا اللي هيبقى معانا بعد شويه، الفنان تامر علي. اهلا بيك استاذ مصطفى شرف. حبيبي استاذ، اهلا بحضرتك، وسعيد ان انا معاكم النهارده انت واستاذ محمد في القناه. ربنا يخليك يا استاذ محمد، وان شاء الله يا رب تكون حلقه كويسه وحلقه موفقه وتعجب الناس، ونكون ضيوف خفاف عليكم ان شاء الله. نور ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمد. كمان هيبقى طبعا ما دام معانا الحلو في الطرب والحلو في الفن، لازم يبقى معانا الحلو. معانا الحلو في الشيف. معانا الشيف حماده. ازيك يا شيف حماده؟ اه وسهلا استاذ حازم، منورنا يا شيف حماده. الله يصلح حالك يا رب. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيف حماده؟ باذن الله نعمل تورتايه، وباذن الله تعجبكم باذن الله. انا هتبقى حلقه جميله باذن الله. لا لا لا، هتبقى خفيفه باذن الله، مش هتبقى في اي ملحوظه باذن الله. طيب تمام. صبري ايه رايك بقى نبدا نسمع شعر ولا نسمع اغاني بالشعبي؟ لا خلينا في الشعر. طب نسمع. خلينا في الشارع. ماشي. هو ممكن اقول حاجه للام طبعا، لان انا يعني بحب والدتي. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب. الله يكرمك. فدي هي حاجه كنت انا عاملها من فتره في السنه اللي فاتت في عيد الام، اسمها لساكي يما. لساكي؟ اه لساكي يما. اتغنت دي ولا لسه؟ اه اتغنت، نزلت مع النجم علي فاروق ومطرب تامر علي، من الحان تامر علي ومن كلماتي شوية كده، وتوزيع استاذ نواي البحيري. فدي ممكن اقولها لحضراتكم، يعني هداء لامي وهداء لكل امهات مصر. نسمع. وانا يا ماما برضو هداء مني ليك، وهداء لي وزميلي محمد صبري، هداء منه لكل امهات كفر الشيخ. اتفضل يا باشا. ده الامي قبل ما امهات كفر الشيخ. اتفضل اتفضل. ماشي يا استاذ حمد. لساكي يما شايله همي، لساكي يما بتراعيني، لساكي شايله الحمل عني، وقت ما بزعل بتواسيني، لساكي يما بتدعي ليا ساعات صلاتك وفي ركوعك، لساكي يا غاليه حاسه بيا من اللي متربيه في طوعك، لساكي يما ليا سند وفي حضنك انتي بترمي، مهما كبرت هفضل برضو مني لحنانك بتروي، قلبي يما مليان بخيرك، عمري يما ما احب غيرك، مهما اعمل مش هكفي مش هيوفي في يوم جميلك، انتي املي ودنيتي تحت رجلك جنتي، ياللي عشتي كل عمرك بتداويني في علتي، لسه يما خوفك عليا مهما يكبر يما سني، بتقوليلي اديك عينيا تسلميلي يا حته مني، ياللي دايما شد حيلي ياللي عمرك ما نسيتيني، ربنا يخليكي ليا اه يا غاليه يا ضيعيني، ياللي دايما رافعه راسي وسط اهلي ووسط ناسي، عمري يما ما هنسى فضلك بعدك انت اتوه وقاسي، لساكي يما شايله همي، لساكي يما بتراعيني. الله الله عليك. طب بدات من امتى بقى؟ أنا بالظبط بدأت كتابة من سنة 2013 بغنوة كده، كانت مع صديق لي مطرب اسمه حسن خضر، كانت أغنية دور أول ما بدأت تغنى على طول اللي أنت عملته؟ يعني أول ما بدأت على طول كده؟ لا يعني لا أه ككتابة يعني لا ككتابة طبعا كان في 2012 ابتديت، كنت بادئ كده بكام حاجة كنت بنزلها عن طريق. ومين مثل العمل؟ في الناس المعروفة ولا؟ في الشعرة يعني. اه في الشعرة عامة كلهم يعني. تمام. هو طبعا استاذ ايمن بهجت قمر، واستاذ امير تعيمه طبعا، واستاذ نادر عبد الله يعني. والقديم ايه؟ القديم لا، القديم فيه برضه لو اتكلمنا هنقول استاذ مأمون الشناوي، استاذ عبد الرحمن الابنودي طبعا الله يرحمه رحمه الله عليه، واستاذ بيهم التونسي. يعني عامة بحب اقرا كتير في الناس القديمة والناس الجديدة، يعني بجمع ما بين الجيلين، بس طبعا كل جيل وليه كلامه، فطبعا انا ككاتب لازم اكتب اللي بيمشي مع الجو ده دلوقتي، ما انت فاهم حضرتك، فكان لازم ان انا ايه ده اللي بحاول اشتغل فيه. وبعدين انا مش واخد لون معين، يعني بحاول ان انا اشتغل على اكتر من لون واكتر من حاجة. ما شاء الله عليك. الله يخليك. النظام الشعبي
في الشعر والحاجات ديت برضو ولا؟ انا ليا اعمال شعبي نزلت، وكان ليا حاجات كلاسيك برضو، وكان ليا مهرجانات، ونزلت برضو ادعيه. يعني انا بحاول ان انا انوع وان شاء الله في حاجه قريب ان شاء الله اعلان لشركه دهانات يعني ان شاء الله، برضو من كلمات ان شاء الله قريب نازل. كنت بتعمل حاجات دينيه برضو؟ كنت عملت ادعيه دعاء ديني اسمه كل منايا. سمعنا حتى دعاء ديني كده. ماشي، ممكن نقول معاك المايك بس. يا رب انا تعبان قوي، ما بقتش قادر مستوي، قويني بيك قربني ليك، انت المعين وانت القوي، محتاج يا رب رضاك عليا، محتاج ايديك تاخد بايديا، قويني بيك قربني ليك، انت المعين وانت القوي. منتصر صبري، ما فيش اي مواهب شعر عندك؟ هي رباعيه بس. سمعت ان انت بتقول شعر. يا ريت والله. هات يا عم الميكروفون ده، يا شغلانه ولا ايه؟ ده بعيد؟ بعيد بقى. لا خلاص خليهم انت، اصل انا احب اقول في الميكروفون قوي يعني الصراحه. نبدا نشوف بقى الشعب بتاعنا. استنى بس هبهرك. ايه ده انا شعر شعر ولا مش شعر؟ ده شعر جامد. ده مراك الشعر اللي قلت لك في اللايف ده بقى. قال الشعر لو اتغنى هنبطل غنى خالص. انت شعر بالوحده. قوم المايك اهو. لا 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 ده شعر ضحك يا عم يا زهر. على فكره ايمن نضحك الناس، ليه حاجه نازله نضحك يا جدع. يا سلام نضحك يا عم. معلش معلش. سيداتي أنساتي، نعيش الآن ونستمتع مع نجم الشعر الأول، النجم الفنان حازم الملط. كل استخبى. احنا كنا قلت لك ايه بره؟ طب بصوا يا جماعه، البيتين دول يعني من وحي افكاري لسه جايين من 3 دقايق. انا بهديهم لصديقي المنتج الفني محمد رمضان. كل ما اطلع على الهوا يتصل ويقول لي مبروك القميص الجديد. هو لسه ما اتصلش النهارده، والقميص برده فعلا جديد. فانا اقول له ايه بقى؟ اللي مكتوب له إدمة أكيد هيلبسها، صح يا شيخي؟ طبعا. اللي مكتوب له إدمة إيه؟ هيلبسها. واللي اتولد ملط وعاش في البلد ملط عمره ما يلبسها. يا سلام. واللي ينقي الأصيلة تبقى زي التوب الجميلة في يوم بيلبسها. يا سيدي. واللي ينقي الهزيلة تبقى مصيبته تقيلة وأكيد هيلبسها. أنا عايز أقول كلام يا شيخي والكلام أثر. يا شيخي ما اصلا ماشي خالص الكلام، هو اللي اصلا. انت اصلا. السلام عليكم. انا بس حازم بصراحه. ايه رايكم؟ لا لا لا، شاعر كبير يعني. مواهب جامده اهو. غطيت عليا. ممثل. ايه رايك يا حماد؟ اللي غطيت عليا. فخامه بره بخاطري. انت كده غطيت على الشاعر كده، ما عادش يعرف ياكل اشمعنى. لا بص كده ما عادش يعرف ياكل اشمعنى. يا جماعه ما تصدقوش، ده هو اللي مؤلفها وانا اللي قلتها. حبيبي يا استاذ شويخي بقى، تسمعني يا شويخي لايف ولا بلاي باك؟ لا سمعك. انا في حاجه كده نسمع بقى الشعبي. لا في حاجه مش شعبي، في حاجه عاملها كده عن اللي بيحصل اليومين دول في دول محيطه بينا. بتحاول توقع بلدنا، وان شاء الله مش هيوصلوا باذن الله مش هيوصلوا. فانا بقول لشباب بلدنا، مهما كنا مختلفين وكل واحد مؤيد او معارض او فاحنا برضك دي بلدنا. دي معانا؟ دي معانا؟ لا ده هقول لك منها حته كلام مصطفى. لسه ما اتعملتش. لسه لسه. تمام تمام. سي لو. ايوه فرشت الحاج علي. اي حد في يوم هيفكر يجي على بلدي ويأذيها، مش هتهاون ولا راح اهزر، هحفر حفره وادفنه فيها، مهما يحصل برضو بلدي بكل عزم هدافع عنك، اموت اموت وتعيش يا بلدي، هصفي ده اللي يقرب منك، ده انت كرامتك من كرامتي، انت بالنسبه لي الامان، انت حاجه غاليه عندي، ايوه منبع الامان، مهما كان اختلافنا حدود بلدنا لازم نحميها، شئنا او اختلفنا هدفنا واحد كلنا ليها، ده الوطن ده حياتنا، من خيره كبرنا وبقينا في تاريخ واصول اجدادنا، لينا ولناسنا واهالينا، بلدي بلدي بلدي. لغايه كده بقى عشان ايه؟ الله الله. جبتها كلها حرقتها. لا لسه في حاجات جوه بقى كده. طب عايزين نسمع حاجه منك بقى، الحاجات اللي انت بدات فيها في الاول خالص. من الاول خالص؟ لا عايزين حاجه بلاي باك بقى، ايه اللي جاهز؟ اول ما طلعت. لا اول ما طلعت كان في حاجات طبعا. الحاجه المميزه اللي عندك كده. لا شوف لنا حاجه جاهزه بلاي باك. طب في اغنيه اسمها رساله اخيره موجوده؟ دي قصه حصلت مع واحد صاحبي فعلا. جاهزه يا استاذ وليد؟ اول حب
فجأة شفتها حسيت إن خلاص ملت الدنيا كلها وبعلو صوت بنادى أقول أيوة بحبها لازم أسمع صوتها كل ساعة وكل يوم في قلب عقلي من ساعتها مجالي نوم إحساس جميل لما تحب وتنسى الهموم وتلقى حبيبك جنبك وقت اللزوم خلاص قررت أجيب شبكة ودبلتين رنت عليها أعرف منها ساكنة فين قعدت تتهرب مني وحزن ساكن القلبين وكلامها كله معايا دموع جوا العين حسيت كأني كنت عايش في قلب حلم وصحيت منه على كابوس كأنه فيلم معدش فيه حب تاني معدش سلم خلاص كرهت كل حاجة وغم غم كنت فاكر إن الحب مش عبارة عن كلام وإنه فعلا كان حقيقة مش أوهام خلاص جربت مرة مهما عدت الأيام مش هحب تاني غيرها كرهت عايش في الأحلام قفلت تليفون زهقت من أي حد خلاص مفيش كلام تاني محتاج لرد كان حب عمري والهموم مكانه حط مش حمل ضربة تانية أو حمل صد عدى يوم والتاني تالت جاب أسبوع ولا رنة ولا رسالة طب الموضوع معقولة نسي كل حاجة وقلب الموجوع رسايلها زي ما هي نفسي يبقى في رجوع مش عاوزها لما نكون زعلانين كانت تسابق وتصالحني يا دوب ساعتين قلقت جامد بسأل نفسي طب هي فين مش عارف حتى عنوان بيتها هو فين قلقت جامد حاسس بشيء غريب رنت عليها اسمع صوت اول حبيب لقيت تليفونها مقفول وده العجيب عقلي خلاص بقى يودي ويجيب جريت بسرعة لجامعتها اسأل صاحبتها هي ساكنة فين واروح على طول لبيتها خدت العنوان بسرعة ومن ساعتها وحشتني كل حاجة فيها حتى طيبتها طلعت درجة درجة وشوقي كان يزيد كأني ببرج عالي والطريق ليها بعيد شقتها خلاص قدامي كأني شفتي الألف عيد خبطت وانا فرحان وقلبي كان سعيد فتح لابوها أوام واتفاجئت لما شافني لقيته حضني جامد مع انه لسه عارفني وكلام ما ينفعني اشي غريب خطفني قال لي تعالى يا ابني ده وجودك عندي شرفني خدني من ايدي أوام نقعد في أي أوضة قاعد بسأل نفسي شكلها خرجت مش موجودة لقيت عبايتها جنبي كانت محطوطة وفجأة لقيت على الحيطة صورتها وشريطة سودة لما شفت الصورة مش مصدق العينين ازاي وامتى وفين دي مكلماني من اسبوعين قال لي يا ابني خبت عنك سر المرض اللاعين وعسري مرضها كان متمكن موت قلبي من ساعتها عرفت ان انتهت حياتي لما حبيبتي ماتت اتكتبت شهادة وفاتي وان عمري راح ما بقاش في عمري آتي ما بقاش ليا غير سيرتها وان عاش في ذكرياتي الله عليك يا شويه ونقول الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اتفضل معاك مصطفى يا فندم اهلا بيك يا مصطفى يا فندم حضرتك ابن بلدي منور الشاشه احب اشكر الاستاذ ايمن الشويخي حبيبي حبيبي مصطفى ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك يا مصطفى حضرتك عارف مين معاك يا فنان مصطفى رجب حبيبي يا انت منين يا مصطفى منين ساكن فين حبيبي مصطفى ربنا ساكن فين يا استاذ مصطفى في المرج يا باشا المرج انا عارف المرج كلها صاحي وفاتح القهوه كله فاتح شويخي علامه في المرج حبيبي ربنا يخليك يا باشا ابن بلدي وطبعا شحن لك كارت ب 20 في الحته دي عرفت ازاي؟ والله العظيم هتصدق كلكم والله حبيبي يا مصطفى ربنا يخليك يا رب يا مصطفى تسلم شكرا لاتصالك الفنان ايمن ربنا معاك يا رب ويرزقك حبيبي يا مصطفى ربنا يخليك يا رب باذن الله ربنا يخليك حبيبي يا مصطفى ربنا شكرا يا مصطفى ربنا يخليك شكرا مصطفى شكرا حبيبي ربنا يخليك الحلو يا صبري انا شفت حاجات بتتعمل الشيف حماده يا عمال بوجودك يا باشا هتقول لنا بقى على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها ديت اقل حاجه عندنا وعرفنا مقاديرنا المقادير والحاجات بقى للمشاهدين كده اللي انت عاوزه تحت امرك دي تورتايه نص صاج 40 في 30 دي بتاخد 15 بيضه بيض مسلوق ولا يعني؟ لا مقلي مش مسلوق مع 50 جرام محسن كيك
مع كيس بيكنج باودر مع كيس فانيليا مع ربع كيلو سكر خشن مع 150 جرام. فاضل الاتصال ده يا مام. نص كيلو نسمع المقادير وناخد الاتصال معاك. كمل يا استاذ. نص كيلو دقيق مع 150 جرام ميه. دي الكيكه. 150 جرام ميه ده اللي هو يعني ازازه لتر؟ لا هي بتبقى 150 جرام دي ماشي يعني تقريبا يعني ممكن كوبايتين بتوع شاي. معانا اتصال هيدينا 150 جرام ميه. مين؟ الو؟ الو؟ حبيبي النجم مونجينو. عرفك من اول. الو مونجينو ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ حبيبي مونجينو يا فنان منورني. والله منورين الدنيا كلها. انا للاسف مش قدام التلفزيون يا حبيبي. عرفت طبعا الميعاد البرنامج فقلت طبعا حبايبي لازم اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. حبيبي مونجينو منورين الدنيا كلها. حبيبي مونجينو معانا على يا استاذ مونجينو الفنان الشعبي يا جماعه. مونجينو طبعا فنان عالمي طبعا معروف طبعا وصاحب اكبر فرقه فنون شعبيه في مصر يعني معروف الفنان احمد مونجينو. حبيبي منورني حبيبي. ومعايا هنا في الاستوديو زميلنا الفنان ايمن الشويخي ومعانا الشاعر مصطفى شرف وزميلنا الاعلام محمد صبري. ايه ده ايه النجوميه دي كلها؟ حبيبي مونجينو وحشنا والله مونجينو. والله منورين ومنور ايمن ومنورين كلكم الصراحه. ويعني حازم اصلا بينور الدنيا كلها لوحده. حبيبي والله يا حبيبي. كمان نورتوه اكتر. حبيبي يا منجينو ربنا يخليك يا رب. يا منجينو ربنا يخليك يا رب. انا حبيت بس اهنيكم واقول لكم يا رب دايما في تقدم باذن الله. باذن الله ربنا يخليك. نشوفك قريب ان شاء الله يا فنان. طب ما فيش اغنيه ولا حاجه كده؟ طب ما يلا قول. سمعنا حاجه يا نجم. سمعنا انت يا ايمن الشويخي موجود وانا غني. لا انت يا باشا انت الاساس. لا العفو يا نجم. حبيبي مش ربنا يخليك. طب اسمع دي عشان خاطر البرنامج بس. يلا يا باشا اتفضل اتفضل. سايبها على الله في الفرح وفي ونقصت اوزاني كله بامر الله كله بامر الله بس كده كفايه. الله عليك. الله عليك يا عم احمد. الله عليك يا منجينو. حبيبي يا منجينو فنان. حبيبي يا منجينو على خير يا رب ما شاء الله. الله يخليك ربنا يخليك يا رب يا منجينو. ربنا يخليك بشكرك. حبيبي يا منجينو. اللي في معانا اتصال تاني. تاني المرج كلها قاعده. المرج كلها جت لي. عاوز محمود من المرج. اين انت؟ اتفضل يا استاذ محمود منورنا يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك الشاعر محمود العدوي وكل سنه وانتم طيبين. وانا معايا يعني حاجه من ام شهيد وحاجه لمصر. طب يلا على سريع. محمود. نعم. انت منين؟ انا من اي حمادي. احسن ناس يا باشا. احسن جينا احسن ناس في جينا. اهلا بيك. اسمعكم رساله من ام شهيد ولا لمصر؟ لما تسمعنا حاجه كده حلوه يا استاذ محمود. طب انا معايا رساله من ام شهيد. الرساله بتقول له فيه مع السلامه يا ولدي يلي كنت امبارح جنبي وقبل ما تمشي بوست ايدي وكان احساسي المره دي فيهاش رجوع ده انت بلت يدي دموع يعني عارف مش راجع تاني طب فهمني يعني انا همنع موتك بيدي ده كان جهزت ملابس حزني وخدتك شويه في حضني ده انا ما شبعتش منك يا امي طب من غيري هيشل نارك طب من غيري هياخد فطارك طب من غيرك شايل همي بس بقول لك انا لو عارفك هتموت البلدي كان في ساعتي رحت معك يدك على يدي وشلت سلاح ومشيتك جنبي وانصابك كان خطه في صدري وكان انت اللي بنت لي قبري طب اعمل ايه القدري انت تموت وانا اقعد وحدي يعني هشوفك وتنور عيني يعني هشوفك تاني في حضني هو القادر وحده يصبرني وانا من دلوقتي ابطل ابكي كان شفتك زعلان مني والله يا امي غصب عني ده نار بتطلع من صدري وامانه ما تزعل واعذرني ده انا ليل ونهار سهرانه وبدعي يا رب اكرم ولدي واشوفه شفع لي واهلي واصحابه وكل الشلني حتى الشفنيش حس بجرحي ومسامحك والله من قلبي والف سلام والف سلامي يا اغلى مني ومن نفسي امك صابره. الله عليك يا محمود. الله عليك. الله عليك والله بجد جميله جدا. عفوا يعني المتصلين وال بشكرك كلهم شعراء ومغنيين بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يخليك محمد ربنا يخليك ربنا يخلي حضرتك. نطلع فاصل. نطلع فاصل يا استاذ وليد. فاصل جاهز. افصل
خلاص افصل فاصل راجعين لكم تاني. خليكم قاعدين محدش يقوم. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا ضيف جديد شاعر وملحن الاستاذ تامر علي. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ محمد، سعيد انا موجود معاكم النهارده. احنا اسعد بيك والله. المطرب الشعبي الجميل تامر علي صديقي العزيز هيرعبكم بصوته حبيبي استاذ حازم. والله بجد سمعنا بقى ورينا الدنيا بقى فيها ايه حبيبي. قبل اي كلام انا بحيي كل الموجودين، يا رب يا رب نكون يعني عند حسن ظنكم ونعمل لكم حاجه كويسه، وانا سعيد اللي موجود معاكم. احنا اسعد بيك والله يا يعني. حبيب استاذ ايمن شيوخ اخويا حبيبي تامر حبيبي ربنا يخليك يا تامر. وعايزين ايه يعني ايه حاجات لايف وكده؟ وحي الشيف حماده بقى. الشيف حماده طبعا اللي هيبهرنا بعد بس بعد ما نخلص بقى نعمل ايه؟ حاجه لايف كده حلوه نسمع. ماشي نبدا مولع. اسمعوا بقى اسمعوا الصوت الجميل سلطان بقى يا عم. ليلي يا عيني يا ليلي ليلي يا عيني يا ليل يا ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا يا ليل. الله الله حبيبي. ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة، ما تدري الدمع بعيوني كيف كيف السم المطارة، وينك ما قالك عنوان واسمك ضاعت أخبارة، ده البحر لو يبعدك عني لا سوي القلب عبارة. حاجة كده يعني. ايه يا عم ايه الجمال ده يا عم؟ عليك حتة دين بحة ولا بحة بتاع المصرية حبيبي استاذ حبيبي. ان شاء الله. الفرق ده بدأته من امتى؟ والله مش هقول لك من الطفولة، بس بدأته يعني بعد مرحلة الإعدادي كده. ومين لمس حد عندك بقى في المطربين القدام أو الجداد؟ القدام بحب عبد المطلب، بحب ايمان البحر درويش، بحب الناس التراثيات ام كلثوم وعبد الحليم، الناس طبعا اللي احنا مدرسه بنتعلم منها لحد دلوقتي وبعد كده يعني. مع ان بحيتك شعبي وصوتك شعبي. بعشق الشعبي. بس وبغني كلاسيك وبغني كل حاجه. في اغنيه ليك مشهوره قوي. عملت اول عمل ليا كان اسمه عرفتي امتي. لا العب يا حظ. والعب يا حظ. عايزين نسمعها. العب يا حظ. طيب ماشي اننا نسمع العب يا حظ. جاهز يا استاذ وليد؟ استاذ وليد جاهز عنا. دي طبعا كلماتي ولحني وتوزيع استاذ ماضر فظيع. اتفضل اتفضل كده سمعنا الاحسن من الناس كلها. علينا صوت كده يا استاذ وليد شويه عشان نعرف يعني نندمج معاه. ما تضرب يا حظ، افسد سنة واشوف
جمهورنا العزيز معلش احنا حبينا نعمل لكم فرفشه وساره حلوه جدا. مش عارف اقول ايه بالظبط عنهم يعني. حبيب خد دماغك والله ربنا يبارك لك. حبيب الله. لا تامر ما شاء الله عليك. وعايزين الاثنين لو اجتمعوا مع بعض دلوقتي بقى. اه في ميكس بقى تسمع حاجه عاملين حاجه كده خفيفه بقى كده. مش عاملين يعني دوت حد مع بعض يعني. قنابل ذريه ده يعني عاملين قنبله ذريه مع بعض. دوتو اسمها يا طلقه. طب ما تسمعونا بقى يا عم سايبيننا لوحدنا كده. يا جامده يا طلقه. طب نسمع بقى على طول عشان الوقت ما يسرقناش. ماشي يا جامده يا طلقه. نسمعها بس. ماشي حته صغيره منها. بس علينا الصوت بقى. ماشي. دي حاجه جديده. دي حاجه جديده احنا لسه عاملينها لسه ما نزلتش. حاجه كده يعني زي البونبونيه الاغاني الهنك السريعه شويه. الاغاني اللي هي وايمن الشوري. الاغاني اللي هي الهنك دي بتسمى هنك يعني. خفيفه. هنك. اغنيه خفيفه. ايوه ايوه انا عارف. هي شغال هن بقى من الكنترول. ماشي اسمها ايه بقى؟ يا جامده يا طلقه. يا جامده يا طلقه. نسمع يا استاذ وليد. خليه بس يرجع تاني. طلقه طلقه حراميه خطفتي قلبي انت سرقه سرقه ومانجا ومانجا فراوله فراوله يا بنتي كنت بحبك انا اولى قلبك قلبك بالتفاح وانا جنبك بنسى الجراح قلبي في حبك بقى سواح يا حلوه قلبك قلبك بالليمون خطفني سحر العيون انا في حبك انا مجنون يا غنوه قلبك قلبك بالكافيار قلبي ببعدك ولا جمال في جمالك عرف عينتك عمك فالك وانا بعشق حسنك ودلالك حبيبتي اجمل دكه واشيك خطوه حضنك ادفى واجمل مطوى عور نفسي عليك بالمطوى يا بنتي جامده جامده طلقه طلقه حرامية خطفتي قلبي انت سرقه سرقه ومانجا فراوله فراوله يا بنتي كنت بحبك انا اولى فاصل. الله الله. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا الممثل حبيبنا وزميلنا الاستاذ حسين الكاشف. يا اهلا وسهلا بيك يا استاذ حسين. فنان كبير. انت من الفنانين العظام يعني. اعمال هي صحيح الاعمال بتاعته عظيمه وكثيره بس بصراحه يعني برضه لسه الواحد لازم يبقى متواضع يعني. احنا رجعنا لكم بعد الفاصل والاستاذ حسين اول ما دخل يا جماعه دخل على التورته على طول. دخل على التورته على طول عايز يعني. عايز ياخد من الحب جانب يعني. لسه مكملين معاكم في السهره والعزومه عزومه بيتي معانا ايمن الشويخي ومعانا تامر علي وانا وصديقي محمد صبري وكمان معانا الشيف حماده وانضم لينا حسين الكاشف اللي هياكل التورته كلها مش هيسيب لنا ولا حته. جماعه هنسمع تامر علي هنكلمه عن اول اعماله الفنيه بس خليكم مركزين على عم حسين لحسن هياكل التورته كلها مش هيخلي لنا حاجه يعني حق راقبوها يا جماعه بس بقى خلي الكاميرا عليه يا كاميرا مان عشان ما يا جماعه هتسمعنا بقى عم تامر
لا هو يعني عايز كلمنا عن اول بدايه الاعمال بتاعتك. بدايه عملي كنت عامل حاجه سنجل اسمها عرفت امتي، كانت اغنيه كنت منزلها، كانت توزيع الموزع اخويا وحبيبي مصطفى برايا، كان الكلمات والحان عوض فتحي، ودي كانت بدايتي يعني الحمد لله. طب نغنيها لايف ولا بلاي باك؟ اللي يعجبك لايف. انا عايز اسمع اللي يعجبك لايف احسن. انا عايز اسمعك لايف اللي يعجبك. انا ولا اسف ولا ندمان ولا هرجع لك تاني كمان، انا قلبي تعود على بعدك يعني خلاص فات الاوان، ما عادش فاضي الحاجة فيا صدقني كرهك عينيا، من عمايلك بدا عليك في كل وقت وكل أداء الروح، يا ربي تشرب ناري وتدوق العذاب وتلالي، من بعدي تدوق المر تلون سواد قدامك وتشوف المرار في حياتك، ويدع من ايديك العمر وتبقي بينك احزان، دلوقتي بس عرفت امتي بعد ما بقاش يفيد، ده انت غلطة كانت في عمري ومش هترجع من جديد، انا مش هسامحك يوم انا بيني وبينك ربنا هيخلص لي حقي منا، روح يا ربي تشرب ناري وتدوق العذاب وتلالي، من بعدي تدوق المر يتلون سواد قدامك وتشوف المرار في حياتك، ويدع من ايديك العمر، انا ولا اسف ولا ندمان ولا هرجع لك تاني كمان، انا قلبي تعود على بعدك يعني خلاص فات الاوان. الله الله الله، اوعى التورته يا عم حسين. حسين الكاشف سياكه والفرحه زغرت. ايه يا عم حسين؟ دي كانت حاجه كده بقى. كتبت نكتب لك عزومه بيتي. ايه؟ نكتب لك عزومه بيتي. نكتب عزومه بيتي كده على التورته عشان فاضلنا خمس دقايق ونختم الحلقه على طول كده. ايه؟ قبل ما الحلقه تخلص بقى لازم نسمع حاجه عشان ايه؟ قصه حب بقى. انا وتامر دويتو مع بعض. طيب الاغنيه دي جامده جدا. نسمع بلاي باك. بلاي باك. نسمع قصه حب. قصه حب. نسمع قصه حب يا جماعه بقى. يركزوا معانا معايا اسلام بتحب كده. جاهزه؟ ركز معانا. انا عايز الشيف بس يزود الطحينه بتاعتي. الشيف كل حاجه زياده. عزومه بيتي يا جماعه. قصه حب كلمات الاستاذ عادل صلاح والحان وتامر علي وتوزيع مصطفى شيف. الله. دي جديدة ولا ايه؟ شوية. حبنا بين اتنين، قلب عاشق وقلب حزين، اب جاني وبايع بنته واللي اتغرب كان مسكين، قصة حب ما بين اتنين، قلب عاشق وقلب حزين، اب جاني وبايع بنته واللي اتغرب كان مسكين. طفولة للشباب عدت هوا، حلمنا حلم كان جميل يجمعنا بيت وتكون سوا، كنا بنجرى عالفصول نضحك ونسبق بعضنا، فجأة كبرنا لقينا الدنيا جاية ضدنا، صحيت من حلم كان جميل على دنيا عبارة عن كابوس داخل سباق مع الزمن، أهم حاجة في الفلوس، عدت شهور عدت سنة، خايف حبيبتي في يوم تضيع، صاحبي في يوم قال لي عندي ليك مكسب سريع، عقدي عمل في الخليج والمدة فيه 3 سنين، روح اقرا فاتحة بسرعة يلا ولبس دبلة في اليمين، حضرت أوراق السفر فاضل ساعات واشوف بلاد يا ناس انا غير البلاد، رنت عليها اطلب ايديها وابوها يحدد لي معاد. قابلت وقال لي كلمتين كل شيء اسمه ونصيب،
وكلمتي كلمة شرف مهما تبعد أو تغيب غصب عن بعدت عنها وعن قريب كل يهود تعب اليوم يروح في ثانية لما ترد عدل خد وكل يوم تدعيني دعوة يا رب ترجع بالسلامة ألقى عيني أوام تدمع دمعة عملت العلامة قرب معادي للرجوع خلاص فاضل شهور مش هسيب حبيبتي تاني والله الغربة تغور لكن المفاجأة اللي خلت عقلي مني ساح قاعد برن كل ساعة وصوت يقول لي غير متاح للأسف خلصت حلقتنا والوقت سرقنا كان معانا ضمن الجمال أيمن الشويخي والفنان تامر علي والأستاذ حسين الكاشف والشيف محمد حمادة الشيف حمادة وكان معكم محمد صبري وحازم الملك تعالوا بقى يا جماعة أخر حاجة نختم بيها الختام مع عزومة بيتي تعالى أهم حاجة نتصور جنبها مع الأستاذ حازم ممكن ناخدها معانا البرد بس نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج عزومة بيتي السلام عليكم DJ El Bombrío.